يلا فوتي يلا فوتي خلصيني، يلا فوتي سمعي خطيبك فوتي. مرحبا صفوان. ريتا، we should go to the station now. The train should go now. I'm ready. Tell Jama to carry the bags to the wagon. ايه اخ صفوان، نحن مضطرين نمشي، بدنا نلحق القطار لانه مسافرين على اسطنبول. ان شاء الله هيك بس نرجع المره الجايه بتكون انت وخطيبتك اتجوزتوا وبنيجي انا وريتا مبارك لكم. بالمناسبه نسيت اعرفك، ريتا مرتي، هي انجليزيه اساسا، وعلى فكره كثير عاجبها لبسك الشروال والطاقية، كتير عاجبة لبسك. ما هي فتة؟ You like his clothes? Oh yeah, I like it very much. It's traditional. It's so nice and exciting. يلا يا جماعة دعونا، إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله هيك نشوفكم السنة الجاية برفاهة والبنين. يا جماعة Good luck. Good luck. هلا ما أنت اسمك صفوان وأنا اسمي سلمى. ايه وانا اسمي سلمى وانت اسمك صفوان. لك انا شو سويت بحالي يا باطل على هالوقعة اللي وقعتها؟ وهذا انا مبسوط والبيك وفاء ومستعجل بده يكتب الكتاب والمؤخر 500 ذهبة يا حبيبي. لا ما لوين بدي روح؟ بشرفي حس عادي رح اختنق. عمي ما عجبتني وبنت عمتي ما عجبتني وبنت خالتي ما عجبتني وجيت وقع الوقعة مثل الحمار. ايها العين تطرقني. هلا انت من كل عقلك مصدق انه سالم بيك رح يوافق يعطي بنته؟ لو انا ماني مصدق بدي اقوي صدق. ناديله ناديله. ماله هون؟ لهلا ما اجا. والله انشغل بالي عليه، وين راح يا ترى؟ وين بده يروح؟ بيكون عند حدا من رفقاته. على كل حال انا هلا بعد صلاة العشاء باخذ العقيد وصهري ابو وضاح والشيخ نزيل وبروح لعندهم، بركي الله بيسرها وبنقرا الفاتحه. لا اعمل جهدك انه تكتبوا الكتاب دغري، ولا تاخذ معك لا ابو وضاح ولا العقيد، خذ بس الشيخ نزير. لك انت بتعمل لهم قيمه وهن ما بيعملوا لك قيمه. لك والله مو حلوه يا حرمه، مو حلوه فيها قيمه إلنا اكبر إلنا ولبيت اخي. لا تقبرني لا تشربشها، اعمل مثل ما عم قلك وخذ معك بس الشيخ نزير مشان كتب الكتاب، وهلا بس يجي صفوان بخليه يلحقك على الحارق. وكمان بنتك مو مطول نصيبه جاي على الطريق. شو الحقيات في هيك شيء؟ حدا لمح لي؟ عمتها ام وضاح طاير عقلها فيها، بس جوزها ابو وضاح بتعرفه يعني بيحسبها شوي، بقى يمكن خايف يحكي معها تقوم تخجله، بقى لمح له انت هيك من بعيد لبعيد. ليش لحتى لمح له؟ بكره بروح لعنده وبحكي معه بصراحه. سوري ابو وضاح بيفهم وما له غريب، بعدين مثل ما بيقولوا اخطب لبنتك قبل ما تخطب لابنها. لك لمح له تلميح احسن. ايه خلص تلمح له احسن. وين هي البنت؟ نايمه. طيب لك انا لهم البس جاكيتي وطربوشي ولحق صلاه العشاء. يا الله ايه تقبرني. بركي ان شاء الله بيزبطوا الشغلتين وبكون ضربت كل العصافير بحجر واحد وطعميتها كم لهالشرنة ام وضاح خانو. وين كنت لهلا يا ماما؟ الحق ابوك عبيت عمك عم يستناك هنيك. لشو في عم بيت عمي؟ راح يخطب لك رويدة بنت عمك وعم يستناه يمكن يكتبوا الكتاب. رويدة إلي؟ ايه يا ام. يا امي ليش هيك مستعجل؟ ايه والله مو وقتها هلا. لا وقتها ونص، ليش مو وقتها؟ بعدين عمتك ام وضاح عم تفكر تخطب رويدة لوضاح وانت اقدم منه. وضاح؟ ايه يا ام. ما بكفي شايف لي حاله ابن مختار كمان رويدة؟ والله فشرت يا وضاح. لك الموعد عليك تفوت لعندي على الاوضه.
انا بدي نام هون. بالله شو؟ إيه ما فشت عينك؟ ولك انت ما عندك حريمات؟ اف الان بلا عندي. لكن يلا روحنا دير زكية، بدي نام انا وياها. اف والله عين العقل عين العقل. زكية يا زكية، شو بدك منها يا ماما؟ هيا طلعت نام عند هيفو. يو وليش بقى؟ قال الخانو عيب نام انا وياها بأوضة وحدة. يا خير هيك. تعي لقلك تتركيها احسن، اجت منها عاوزك كلمتين. تعي يا متعي. شو يا ام صفوان، وين العروس؟ يعني نحن جايين نبارك لها ونتعرف عليها ونشوفها، ما بيكفي ما عملتوا لها حفلة التفتيلة؟ والله يا ام شاهر تعباني مجان هيك، ما رضيت اعمل لها حفلة تفتيلة. شو بالظاهر لساتها نايمة؟ ايه والله البنت مربى بكوات، بتعرفي انت يا ام حده. يلا لكم خلونا نروح نحضر حالنا مشان عرس بنت ام وضاح. اي والله حماتي حماتي. ايه جاية تقبريني جاية. ما عندك رقم وبذر. طلعي فضحتينا. ولك قطع عمري ما اجدبك، في عروسه بصباحيه عرسها بتطلب اقدامي وبذر؟ والله عال هذا اللي كان ناقصنا. لك الله وكيلكم يا جماعه ومالكم علي يمين. لك ما خلتني نام طول الليل وهي ترفس برجليها ترفس برجليها. قلبي يا امي ولي على قلبي، صمت صمت وفطرت على بصله. ويا ريتها بصله يا امي. لك يا هي اللي حاتي لهون. بلا شو حاتي البكري. لك هاي اللي انا بخليك سلمى. انا ساعدك بتاعك اني وياها. لك يا امي اختك البكري. ما لحقتك اياها. لك يا امي ما اجتلك هاتي يا امي. خذي الاجواء خذي الاجواء من لك يا امي. بتسلم لي على خالتك أمينة وبتقلها جاي اتخبى عنكم كم يوم مشان ما اروح على العسكرية. وبعدين يعني إذا تخبيت عندهم 4-5 أيام فكرك ما عاد ياخذوني على العسكرية؟ شو هالحكي يا مو؟ لك يا أمي هلا اتخبى كم يوم وبعدين بيفرجها الله بلاقي لك حل. وشو هو الحل بقى؟ بروح أنا وياك عند خالتك فاطمة بحلب. يعني بس خالتي أمينة بتكون زعلانة منا هلا، ممكن أنا نخطب بنتها وبعدين بطلنا؟ قديه صار لما اجت لعنا؟ خافوا لعنده دي قلبوا خليتهم فيني وما يستقبلوني. لا بيستقبلوا، وإذا ما استقبلوك روح لعند سالم بيك، هو خالة لمرتك ولزقك ياها تلزيق كتير عليه إذا بيخبيك كم يوم. عم تقول تتخبى عندي؟ أنت عارفان حالك شو عم تحكي؟ دخيلك يا بيك والله أنا مالي غيركم. أصلاً أنت واحد ناكر للجميل والمعروف، حتى الحكم دار ما خلص من لسانك، وين جاي تتبلاني؟ بدك يعني اعلى مع العسكر واتبهدل؟ انا سالم بيك الدفتري، خبي عندي واحد فراري مثل حكايتك؟ روح سلم حالك او لاقي لك شي قرنه انقبر فيها، واياك ثم اياك تقول انه جيت لعندي او شفتني. يلا اطلع من هون، اطلع من هون قبل ما حدا يشوفك، واللي بدك يعني اعلى واتبهدل مع السرايا. حاضر يا بيك. واياك ثم اياك انك تأرجيني وشك طول ما لك فراري. يلا يا كبير يا مختار المخاتير، روح لعند الحكم دار خليه ينتف لك شواربك اللي مسكتن قدامه. وإذا كنت أبو وضاع بتعرف صفوان مين صار، بدي أرجيك مين هي صبحية يا نمر الخشاب. والله والله لخليك تندم. وينه؟ سلام قولا من رب الرحيم. من وين؟ ابنك هذا اللي بيبي ساقيت سنارة. هلأ ما عاد تعرفي ابنك صفوان؟ عرفته عرفته. قولي على قامتي جايتها الساعة. يا مو يا مو يا مو، شفت خالي بالمنام؟ احكي لك المنام؟ لا تقبريني، لا تحكي لي شي، ببوس ايدي لا تحكي لي شي. يا الله منين بعثت لي هالبلاوي؟ سلمى بحكي لك المنام الي. تعال يلا. اهلين ابن عمي يا ميت، اهلا وسهلا. راح صفوان سلم حاله؟ ايه تقبرني راح من الصبح. وليش ما قلتوا لي كثرت انا وسهري ابو وضاح معه؟ ليش ما بيعرف يروح لحاله؟ كل شغلة يحطوا لي فيها أبو وضاح، ولا بدك إياه يبوس إيده مرة تانية؟ ولك أنت حرمة ضلالية وما منك فايدة.
لولا الله وصهري ابو وضاح كان ابنك هلا حاطينه باسطنبول يا ببلاد اليمن، ولو ما راح سلم حاله كان حكم دار زعل منه مره ثانيه ويمكن كان حطه ببلاد الواقواق. ابن عمي وين هي بلاد الواقواق؟ شو بيعرفني، بس يعني انه بعيده كثير، والعسكر اللي بيهربوا من العسكريه بيحطونا هنيك ليتربوا. ولي على قامتي، يعني بيصير ياخذوه لهنيك؟ طالما انه سلم حاله خلص ما عادوا ياخذوه، وباذن الله بمعيه صهري ابو وضاح يخلوا لك اياه هون بالشام. بس يعني لو اكتشفوا انه ابنك متخبي ببيت خالته ومسكوه، مفكرتيني انه ما سمعتك الصبح وانت عم تلعبي بعاله وتقولي له روح تخبى ببيت خالتك؟ عدنان صفوان وينه؟ صفوان هلا بالاشلي ولبس عسكري. ولي على قامتي، الله لا يوفقكم، روحتوا لي ابني. اخي لبس عسكري؟ ولا لا 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 هذا البس لمبسبس ما بياكل غير ملبس. معلم معلم جيب لي معك ملبس. ايه تكرم عينك سلمى، قعديني مطرحك خليني شو في عندك. لك بنتي بنتي، انتو التنتين عم تشوفوا نفس الشيء. ما في حدا عبي سلمى، لك ايه هذا السكو ولا ابي؟ يلا على ابوك يا عمو تعجل، لك يا ابي عم تسب عليك، استني لقلك. اتركن اتركن يذبحوا بعضهم. لك عم تسبنا لسه ما شفت شيء. يا باطل على المصيبة، اعطي لي الصندوق ولا تخلي حدا يلعب فيه. ليش ما بدك تطالع اليوم؟ اخي ابو عبدو ما هان عليه اشتغل هيك شغله. الله لا يوفقه، حسدك على الرزقة اللي الله بعت لك اياها، بعدين هو شو دخله فينا؟ هلو رزقة، طول النهار ما عم طلع غير برغوتين، لانه في صندوقين، صندوقي وصندوق ابو نجيب. الله لا يرزقه ابو نجيب، متكالب على الدنيا. على المهم اخي ابو عبدو قال لي كل جمعه مر لعندي وشو بتحتاج خود مني. بالله شو؟ لا حبيبي لا، ما فشلت عينه. ولك هذا بده يزلك. حميل حميل حبيبي حميل. بس اخي ابو عبدو عم اقول لك حميل الصندوق. طيب خلص بحمله. شو هالشغل؟ بدي اشوف مين. مرحبا عمي بصفوان. اهلين وسهلين. ابنك صفوان اشترى من عندي حصان ابليس وما كفالك مالت حقه. ايوه، وشو المطلوب هلا؟ بدك مالت حقه. لحظه لحظه لك ابني لحظه. ها نسيت لك، هي حصان ابليس، والله يسامحك بالمزار اللي اخذته من ابني صفوان. الله معك عمي، الله معك. يهنيك يا رويدة، الله يقصف لك عمره وعمر ابوه قبل غياب الشمس. الهي وانت جاهي يا رب. ولك تضربي انت وهالمنطق. لوين رايح؟ شو لوين رايح؟ على بيت اختي. انا ما قلت لك لا تروح. ولك مالك شايف الناس جايين من اخر ما عمر الله مشان يحضروا عرس ابن اختي وانا ما روح؟ ماشي الحال روح. لك يا امو خليه يروح، خليه يروح يفرح لوضاح. الطفل وضاح بيسوى راسك تضرب انت وامك. Get out! Get out!